عبد الوهاب على تنفيذ الكره الان في هذه اللحظات. محمد عبد الوهاب على تنفيذ الكره الان. محمد يترقب محمد, محمد يراقب, محمد يشوف, محمد يلاحظ, محمد خطير, محمد عنده قدم قويه, محمد كره قويه, جول 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 الاهلي, جول محمد عبد الوهاب بصاروخ على المرمى, الكرة بحارس المرمى وحمد الدوسري يبعدها, وبعد ذلك جمال راشد يكمل الجمالية اللعبة الماضية, يكمل امتاع الكرة الماضية, يكمل ابداع على تنفيذ هذه المرة. جمال هو اللاعب الذي سجل الهدف الاول, هل يستطيع ان يضيف الهدف الثاني لمصلحة الاهلي والمباراة؟ جمال يلعب الكرة مقوسة خطيرة, اثنين, هدف ثاني للاهلي, الاهلي يسجل الهدف الثاني ويجعل الشرقي يعاني, الاهلي بالكرات الثابته خطير مثير, يعلم بالضبط كيف ياكل الكتف, يعلم بالضبط كيف يسجل, يعلم بالضبط كيف يحرك الشباك من طريق الكرات الثابته. يا سلام يا الاهلي, الاهلي هذا يذكرنا بالاهلي زمان, الاهلي رمية تماس البرنس, عنده كرة ترجع كرة خطيرة الآن لمصلحة نادي رفع الشرقي, التصويبة من بعيد, يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام على تحدي, يا السلام على إقدام الشرقي, لم يستسلم أبدا الشرقي, يعود الآن بتسجيل صاروخ أرضي من قبل سعيد مرجان, يعلن عن عودة الشرقي بهدفين مقابل هدف, يعود الشرقي لا من جديد لمصلحة حارس المرمى حمد الدوسري, ترجع كرة شرقية, مباراة بإثارتها الكبيرة وكبيرة جدا الآن, ثلاثة أهداف لغاية اللحظة, 2-1 لمصلحة نادي الأهلي, 11 دقيقة بس عدت من بداية الشوط الثاني, والشرقي الآن يجعل الأهلي يعاني, الشرقي يتقدم, الشرقي يحاول, هنا أجوينالدو, أجوينالدو العرضية, 2-2-2-2-2-2, الله 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 يا الشرقي, الله الله يا الشرقي, الله الشرقي يعود, الشرقي يعود, الشرقي في الشوط الثاني يدخل مباراة بشكل ثاني تماما عما كان عليه الحال, أجوينالدو إلى البرنس, البرنس إلى المرمى, هدف ثاني كسهولة نسبية في اختراق خط منتصف نادي الرفاع الشرقي, سهولة في أن يتواجد هجوم النادي الأهلي في أمام دفاعات نادي الرفاع الشرقي, هدف ثالث الآن يأتي, ارتم الروسي يسجل ثلاثة, يسجل ثلاثة الآن للأهلي, ارتم البلدوزر الروسي يهز دفاعات ويهز مرمى الشرقي بتسجيل الهدف الثالث له في هذه اللحظات, الاهلي رائع, الاهلي ممتع, الاهلي مبدع. كان مفلح تعب الكرة على طول اماميه في امكانيه, ولكن يا سلام حارس المرمى بخطا كبير, لا 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 يا محمد يا يوسف, لا 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 لا, مش في هذا الوقت تحصل هذه الاخطاء, مش في هذا الوقت وامام الشرقي تحصل مثل هذه الاخطاء, احتجاجات كبيره على حكم المباراه بوجود خطا, ولكن الكره استمرت, الكره استكملت, والكره تم احتسابها بان هدف تعديل, هدف ثالث ياتي الان في هذه اللحظات. ترجع الكره رميه تماس اماميه في داخل منطقه الجزاء, التمريره مقطوعه من جديد لمصلحة نادي الأهلي, عباس عيار يكسب الكرة, عباس يلعب الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة قد تكون, جمال راشد, جمال التصويب, مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول, هذا الأهلي, هذا الأهلي زمان, هذا الأهلي زمان, مش معقول يا الأهلي مش معقول, الله يا الأهلي, أي سيناريو مجنون, أي سيناريو مجنون يا الأهلي, يرفض الخسارة, يرفض الخسارة الأهلي,
ينتصر في الوقت الأخير. مش معقولة يا لي، مش معقولة يا جمال يا راشد، مش معقولة يا جمال يا راشد. الله يا لي الله، الله يا لي الله. أجمل انتصار في أجمل مباراة في الموسم.